السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حلقات قناة التقنية. استجابة لطلب إحدى متابعات قناتنا التقنية بوضع فيديو توضيحي حول طريقة تبديل أو استبدال الشريط البلاستيكي الخاص بتصريف المياه أو بمحرك نشاف أو مجفف الملابس، اليوم سأقدم لكم هذه الحلقة موضحا لكم من خلالها الطريقة الصحيحة والسهلة جدا لاستبدال هذا الشريط. فلنبدأ على بركة الله. أولا نقوم بتفكيك هذا الجزء، هذا الجزء الذي به هذه الأزرار. الزر الأول هو زر الميني دري الخاص بالإصواج، أي زر تنشف أو تجفيف الملابس، وهذا الزر له ثلاث أوضاع، الوضع الأول والثاني والثالث. ما يهمنا نحن في هذه الحلقة هو هذا الاختيار إيفاكياسيون، أي تصريف المياه، وهذا الزر من طبيعة الحال فهو زر المينيبري الخاص باللافاج أو التصبين. الآن سنبدأ بتفكيك هذا الجزء، الجزء الخلفي هو الأول، ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذا الجزء، الجزء العلوي. نبدأ أنا على بركة الله بتفكيك هذا الجزء الخلفي. بسم الله. لاحظوا معي أعزائي المشاهدين، هذا هو محرك النشاف أو المحرك المسؤول عن تجفيف الملابس. بالنسبة للشريط البلاستيكي المسؤول عن فرملة هذا المحرك هو هذا أعزائي المشاهدين، لاحظوا معي سأريكم هنا، وهذا هذا هو كما تلاحظون هذا الجزء، هذا الشريط البلاستيكي متصل بالجزء العلوي. سأشرح لكم طريقة فرملة هذا المحرك، أي عندما نقوم بفتح باب هذا النشاف مباشرة يتوقف المحرك عن الدوران. المبدأ الذي يعتمد عليه هو كالتالي، عندما نقوم بفتح باب النشاف مباشرة يسحب إليه هذا الشريط البلاستيكي، شريط بلاستيكي متصل بهذا السلك، هذه القطعة الحديدية متصلة بدورها بهذا السلك. هذا السلك عندما يسحبه الباب يسحب معه هذه الفراميل، لاحظوا معي هذه هي الفراميل، لاحظوا هذه هي الفراميل التي تفرمل أو التي تمنع هذا المحرك عن الدوران، لاحظوا معي الآن المحرك يدور بسهولة. إذا بعدما قمنا بنزع الغطاء الخلفي سأريكم الشريط البلاستيكي الخاص بمحرك النشاف أو تجفيف الملابس. هذا أعزائي المشاهدين هذا هو الشريط البلاستيكي، هذا هو في الأعلى، لاحظوا معي هو هذا، هذا متصل بالجزء العلوي، بالجهة السفلى متصل بهذه القطعة الحديدية التي بدورها متصلة بهذا السلك، يمر عبر هذا الأنبوب البلاستيكي الصلب ويتصل بهذه القطعة التي هي عبارة عن فراميل تشل حركات المحرك النشف، أي عندما يكون المحرك في حالة دوران تكون هذه القطعة المسؤولة عن الفرملة في هذا الوضع، وعندما نقوم بفتح باب النشاف مباشرة ترجع إلى الوضع الأولي وتلتصق بهذه القطعة المتصلة بالمحرك، وبالتالي تفرمل المحرك وتمنعه من الحركة. بالنسبة لهذه الآلة، آلة التصبين، الخلل الذي لاحق بها أو العطب الذي لاحق بها هو أن هذا السلك المتصل بهذه القطعة الحديدية المتصلة بدورها بشريط بلاستيكي انتزع من مكانه هنا، أي انتزع من هذه القطعة المسؤولة عن فرملة المحرك كما تلاحظون معي، فهو هنا هنا قد انتزع بالكامل. الآن سأقوم وإياكم بتغييره. بالنسبة لهذا السلك فهو موجود بكثرة وثمنه رخيص جدا، هذا هو السلك، السلك المستعمل في فرامل الدراجات العادية والنارية، هذا هو كما تشاهدون، ثمنه تقريبا درهم واحد مغربي. الآن سأقوم بتغيير هذا السلك الذي لحق به العطب. في هذه الحالة محرك النشاف لن يعمل عندما نقوم بتوصيل آلة التصبين أو تزويدها عفوا بالكهرباء، لن يدور هذا المحرك ولن يشتغل، فقط سنسمع صوت صادر من المحرك، وهذا المشكل شائع جدا أعزائي المشاهدين، يظن معه أصحاب هذه الآلات آلة التصبين أن خلل الماء أو عطب الماء لحق المحرك، وهو فقط يكون نتيجة انتزاع هذا السلك من مكانه، لاحظوا معي هذا هو السلك قد انتزع من مكانه بالكامل،
والحل بسيط. بإمكان أي شخص أن يقوم بتغييره بنفسه دون الذهاب عند مصلح هذه الآلة التصميم. فلنبدأ على بركة الله. أولا نقوم بسحب هذا السلك وهذه القطعة من هنا من الشريط البلاستيكي. ولكي نقوم بهذه العملية بسهولة نقوم بفتح باب النشاف. لاحظوا معي، سأقوم بفتح باب النشاف. لاحظوا معي، يمكننا سحب هذا الشريط البلاستيكي وهذه القطعة التي يتصل بها هذا السلك الذي لحق به العقب، ثم نقوم بنزع هذا الشريط البلاستيكي من هذه القطعة هكذا. لاحظوا معي، طريقة سهلة سهلة جدا هكذا. الآن سوف أقوم بنزع هذا السلك من هنا واستبداله بسلك جديد. أولا نقوم بأخذ المقص على هذا السلك من هنا إلى هنا، ثم نضيف هذه المسافة لتثبيتها مع هذه القطعة، ثم نقطع. والآن سأقوم بتثبيت هذا السلك أعزائي المشاهدين في هذه القطعة المسؤولة عن فرملة المحرك. أولا سأقوم بإدخال هذا السلك من الجهة الأخرى، سأدخل هذه من هنا، لاحظوا معي، ثم يجب أن يمر هذا السلك من هذه القطعة كذا. سأمرر هذا السلك من هنا، لاحظوا معي، هذا هو السلك. لاحظوا، هذا تماما هو المبدأ الذي يعتمد عليه محرك تجفيف الملابس أو النشاف بالدارية. عندما نسحب هذه القطعة المسؤولة عن الفرملة يصبح من السهل دوران المحرك، وعندما نتركها تنجذب للمحرك تمنعه أو تشل حركته. سأجرب حتى أتعرف أكثر عن المبدأ. إذا لاحظوا معي، هذا هو الصوت الذي نسمعه في حالة هذا العطب. الآن لاحظوا، سأسحب، لاحظوا المحرك يعمل، وعندما أترك هذه القطعة ترجع إلى مكانها الأصلي يتوقف المحرك عن الدوران. لاحظوا معي، فهذه الحركة حركة الباب أي باب النشاف أقوم بها أنا بيدي. لاحظوا معي، هكذا المحرك يعمل، وعندما أتركها تنجذب إلى المحرك يتوقف عن الحركة. لاحظوا معي مرة أخرى، المحرك يعمل، سأتركها تنجذب إلى المحرك، المحرك يتوقف عن الحركة. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذا المبدأ. والآن أعزائي المشاهدين، سنقوم بإدخال هذا السلك في هذا الأنبوب هنا. هكذا لاحظوا معي، هذا الأنبوب البلاستيكي يدخل في هذه القطعة البلاستيكية المثبتة بإطار المحرك. سأقوم بإزالة هذا السلك المعطوب من هذه القطعة هكذا. سأقوم بتثبيت السلك الجديد بنفس القطعة. قبل ذلك سنقوم بأخذ القياس أو قياس طول السلك على السلك القديم من هنا. لاحظوا أعزائي المشاهدين، إذا لاحظوا معي إلى هنا، ونعلي هكذا. نقوم بتني خفيف هنا، لاحظوا معي. ثم الآن سنقوم بإدخال هذا السلك في هذا الأنبوب البلاستيكي هكذا هكذا. ثم سنقوم بتثبيت هذا السلك في هذه القطعة الحديدية. والآن سنقطع من هنا. بالنسبة للقطع كما قلت لكم فهو سهل، نأخذ المرقاط نضعه هنا ونطرقه فوقه بالمطرقة بقوة. أما الآن سنقوم بتثبيت هذا الأنبوب البلاستيكي في مكانه هنا. والآن نأخذ هذا الشريط البلاستيكي ونقوم بتثبيته هنا. وأما الآن نأخذ هذا الشريط البلاستيكي ونقوم بتثبيته في هذه القطعة الحديدية. كما تلاحظون فهي بها عدة أسنان هكذا، ثم ندخلها هنا.
للإشارة أعزائي المشاهدين، عند تثبيت هذه القطعة الحديدية بهذا الشرائط البلاستيكي يجب أن يكون باب الانشاف مفتوحا كي نتمكن من تركيب هذه الشرائط البلاستيكي بهذه القطعة بسهولة. لاحظوا معي، سأقوم بغلق الباب، الباب انشاف، لاحظوا سينجذب إلى الآلة، لاحظوا معي، وبالتالي يترك المجال للمحرك كي يعمل بسهولة، لاحظوا معي هكذا. والآن سنقوم بالتجربة. المحرك يدور بكل سهولة. الآن سأقوم بفتح باب النشاف، لاحظوا المحرك توقف عن العمل. الآن أعزائي المشاهدين سأريكم طريقة فتح الجزء العلوي لآلة التصبغين وكيفية استبدال هذا الشريط البلاستيكي في حالة عطبه. أولا يجب أن ننزعه من هذه القطعة الحديدية من هنا أولا هكذا هكذا. والآن سننتقل إلى الجزء العلوي. سنقوم أولا بفك هذه البراغي، يكون هناك ثلاثة براغي، واحد اثنان ثلاثة. إذا بعدما قمنا بفك البراغي الآن سنقوم بنزع هذا الجزء. قبل ذلك يجب أعزائي المشاهدين فتح الأبواب، باب النشافة وباب جهة التصبغين. كذلك نفس الشيء، نسيت أن أنزع هذا الشريط البلاستيكي الخاص بالتصريفية هذا. إذا لاحظتم معي فهو هنا في اختيار إيفاكيوسيون أي تصريف المياه. سنرجعه إلى إحدى الأعضاء أو هذا كي يترك لنا المجال هنا لكي ننزعه، لأنه عندما يكون في هذا الاختيار الخاص بصرف المياه لاحظوا معي فهو ينجذب إلى الآلة، وسيكون من الصعب نزعه من هذه القطعة. إذا نرجعوا بس إلى الخياط ثم نسحبه بشكل عادي هكذا وننزعه من مكانه، لاحظوا معي هذا هو. والآن سنقوم بإزالة هذا الجزء العلوي بكل سهولة، لاحظوا معي هذا هو الجزء العلوي هذا هو، فهو يتكون من ثلاث مركبات هنا، فهو متصل بشريط بلاستيكي متصل بدوره بالقطعة المسؤولة عن تصريف المياه. هذه القطعة أعزائي المشاهدين في الأسفل التي نزعنا منها الشريط هذا الشريط قبل قليل. أما بالنسبة للشريط البلاستيكي المسؤول عن التجفيف أو عن النشف، هذا أعزائي المشاهدين هذا هو الشريط البلاستيكي، فهو يكون متصلا بباب النشف. لتثبيته بباب النشف نقوم بإدخاله تحت هذه القطعة البلاستيكية هنا وتثبيته هنا بهذه القطعة البلاستيكية بسهولة، لا داعي لتضييع الوقت أكثر في الشرح. لاحظوا معي هنا كما قلت لكم هذا الشريط البلاستيكي خاص بتصريف المياه، أما الشريط الخاص أو المسؤول عن حركة المحرك وفرملته فهو هذا، هذا هو الشريط البلاستيكي، يكون مثبتا بباب نشاف. لاحظوا معي هذا هو الباب، عندما نقوم بفتح الباب لاحظوا معي سأرجع الشريط إلى مكانه كي تلاحظوا، عندما نقوم بفتح الباب لاحظوا معي الباب يسحب معه الشريط إلى الأمام، وبالتالي عندما ينجذب الشريط البلاستيكي يسحب معه القطعة المسؤولة عن فرملة المحرك، وعندما نقوم بغلق الباب لاحظوا معي يرجع الشريط إلى المكان الأصلي، وبالتالي ترجع القطعة إلى المحرك فتقوم بفرملته. هذا الباب عندما نقوم بفتحه كي يبقى هكذا ثابتا يجب أن يكون متصلا بهذا النبض، لاحظوا معي هذا هو النبض، لاحظوا عندما سأغلق الباب هذا النبض ينجذب إلى الخلف، عندما أفتح الباب ينجذب إلى الأمام، وبالتالي يجعل الباب ثابتا. بالنسبة لهذا الباب أعزائي المشاهدين له دور آخر، عندما نقوم بغلق الباب لاحظوا هنا في الأسفل هنا أعزائي المشاهدين لدينا قطع التيار الكهربائي، لاحظوا هنا فهو يتكون من قطبين
هذا القطب الأول هنا وهذا القطب الثاني هنا الآلة. عندما نقوم بغلق الباب، هذه القطعة البلاستيكية، لاحظوا معي، هذه القطعة البلاستيكية أعزائي المشاهدين مثبتة بالباب، لاحظوا سأريكم، هذه هي قطعة، لاحظوا عندما نغلق الباب تقوم بدفع هذا القطب هنا وتوصله بالقطب الآخر، القطب الثاني. هذين القطبين هما المتصلان أعزائي المشاهدين بهذين السلكين الكهربائيين، وبالتالي تغلق الدارة ويشتغل المحرك. ولهذا عندما نقوم بفتح باب المنشاف يفتح هذا القطع، وبالتالي يتم فصل الكهرباء عن آلة التصبيغ أو عن النشاف بالأحرى. إذا هذا أعزائي المشاهدين إذا لاحظتم معي فأنا أشرح بشكل مفصل ودقيق جدا حتى تفهموا مبدأ الأطال وصيانة آلة التصبيغ. بالنسبة لهذه المركبات، هذا مركب وهذا وهذا، سأقوم بشرح مفصل حولهم في حلقات قادمة إن شاء الله من حلقات قناة التقنية. فقط ابقوا معنا على اتصال واشتركوا بقناتنا وفعلوا زر الجرس كي تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. الآن سأقوم بإرجاع هذا الجزء إلى مكانه. عند الإرجاع أعزائي المشاهدين لاحظوا معي، يجب أن نقوم بفتح الباب، كذلك هذا الباب، كذلك هنا. اكتشفت هنا أن هذا السلك مرة. هذه فرصة أعزائي المشاهدين لنشرح هذا المشكل الذي يعاني منه الكثير من الناس. في غالب الحالات أعزائي المشاهدين، عندما تكون آلة التصبيغ متصلة بالكهرباء أحد المحركات في حالة عمل، عندما نقترب من آلة التصبيغ خصوصا إذا كان بيدنا جرح معين، نحس بصعقة كهربائية خفيفة نسميها لمص. هذه الصعقة أعزائي المشاهدين تكون نتيجة المجموعة من العوامل. العامل الأول راجع إلى كون المنزل غير مزود بالسلك الثالث في الكهرباء، يسمى بالأرضي بالفرنسية ميز على طيغة. هذا السلك أعزائي المشاهدين يمتص الجهد الزائد للكهرباء. من غير هذه الحالة أعزائي المشاهدين، عندما يكون أحد الأسلاك معرى فهو يسبب في تلك الصعقة الكهربائية التي نحس بها عندما نلمس آلة التصبيغ، خصوصا وأؤكد عندما يكون في أيدينا جرح معين. إذا الآن سأقوم بتغطية هذا السلك بشريط لاصق سكوتش. هذا هو المكان المعرض. والآن سأرجع هذا الجزء إلى مكانه. عند الإرجاع أعزائي المشاهدين، نضع هذا الجزء الخلفي هنا هو الأول، ثم نضغط على الجزء الأمامي. كذلك هنا في الأسفل سنثبت هذا السلك المسؤول عن صرف المياه بهذه القطعة. لاحظوا معي هكذا أعزائي المشاهدين، هكذا جري. لاحظوا معي أنا هنا ثم هنا، لاحظوا فهو هنا في وضع صرف المياه، فهو منجذب إلى الآلة. الآن الماء المتصل بهذه الجهة الجفنة الخاصة بالصابون تصبين، وهذه الجفنة الخاصة بالنشافة يمر بسهولة من هنا وبالتالي عبر الأنبوب إلى قناة الصرف الصحي. الآن سنمر إلى تثبيت الشريط البلاستيكي المتصل بالنشافة بهذه القطعة الحديدية. هذا هو أعزائي المشاهدين، كما قلت لكم عندما نريد تثبيت هذا الشريط بهذه القطعة يجب أن نقوم بفتح باب النشاف. لاحظوا سأقوم بالفتح فهو ينجذب إلى الأسفل، وبالتالي يمكننا تركيبه بسهولة. والآن سنجرب آلة التصبيغ، المحرك يعمل. والآن سوف أرجع هذا الغشاء الخلفي إلى مكانه. إذن أعزائي المشاهدين، كما لاحظتم معي وتتبعتم معي هذه الحلقة، قمت بشرح مفصل وبالتفصيل الممل. أنا أعرف أن بعض المشاهدين سيملون من مشاهدة هذا الفيديو، أنا تعمدت ذلك حتى يتمكن كل شخص يشاهد هذا الفيديو من معرفة الأعطال التي يمكن أن تلحق بآلة التصبيغ
وبالتالي إصلاحها بنفسه. وإلى هنا لم يبقى لي أعزائي المشاهدين إلا أن أودعكم وأترككم في أمان الله وحفظه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من حلقة قناة التقنية وموضوع جديد. وإذا أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ونشر حتى تعم الفائدة.